صار يأشر لي بالإشارة إني يا ماما إني انتصرت والحمد لله الله أعطاني حريتي. أنا لا أحب حدا يخش يعني يكون محلي لأنه الوضع صعب، إحنا في الدار تكركبنا، إحنا كان وضعنا صعب جدا، عندي ابن بقدم توجيهي ما قدم توجيهي، بناتي تغير، إن كان عندي فرحة لبناتي أتجناها، كل إشي في بيتنا اتغير، كل إشي كانت فرحة كنا بنعملها كله تأجل. الحمد لله شعور لا يوصف. أنا أول إشي ساعة وأنا مش مصدقة وأنا مرمية على الأرض، أخته عقب ما غيبت أول واحد والله اللي خبرني أنا بناتي من الداخل المستشفى. يعني أنا بحكي معهم وبقولوا لي استنى شوي، بقرأ بذاكرته فرحانين كثير كثير كثير. أنا لما سمعت طبعاً ما صحيتش عن حالي إلا بعد بساعة. صحينا الصبح حكينا إنه أنا حاس إنه اليوم في إشي، بحكي له قدام فار إذا يوم الثلاثة ما صار وكان في إشي اليوم مش راح يصير، يعني تتأملش زيادة عن اللزوم. فحكالي اليوم بإذن الله أنا شايفها من السماء إن اليوم في انتصار لإلي، وظل محدد إنه اليوم في إشي إله. قلت له قدام فار يا حبيبي ما تحدد، حكالي اليوم في انتصار بتشوفي. وحكالنا عن جميع مغامراته في الإضراب جميعها، هو له 65 يوم مضرب عن الطعام وله 5 أيام مضرب عن الماء، فطبيعي هلا يكون تعبان لأنه عنده المريء ضعيف جدا. طبعا هو الخبر أجا من المحامي لشقيقتي بنزير اللي رافقته طبعا من طول الأيام المستشفى، أجاها خبر إنه مبروك الانتصار. هلا هي انصدمت ما عرفت شو تحكي له، بقول أنا قلت لكم إني انتصرت، ما حكت له، حكال أنا قلت لكم إن اليوم في انتصار. فحكينا له انه لا استنى تستسبقش الاحداث، يعني استنى شوي. لو بحكي والله انه انتصار، لهي اختي بنزير بتقوم بتقول انه المحكمه قررت انه التجميد انه الغاء تجميد الاعتقال الاداري والغاء الحكم الاداري بحق الغضنفر. يعني امبارح صراحه تعب جدا جدا جدا، كان عنده وجع راس ودوخه بشكل مش طبيعي. الصبح داخل شوي صحصحناه عن طريق الاطباء بس رفض انه يكون في فحص طبي، حكينا انه احنا نكون عنده ونصحيه وكنا معاه، فكان وضعه الصحي تعبان ولحد الان هو تعبان. بالضبط احنا الاحتلال امبارح دخل علينا طبيب على اساس انه طبيب، ما توقعنا انه يكون ممكن يكون في احتلال، دخل على غضنفر حكى له لازم تشرب مي، انت راح تموت، انت مشلول، انت مش شايف حالك مشلول، انت هون راح تموت، ما حدا سائل فيك لا شباك ولا مخابرات ولا استخبارات، ما حدا نهائيا سائل فيك، فانت راح تموت، انا بنصحك تاكل تشرب مي لانه الإشي اللي انت مش راح توصل لحل. حكى له غضنفر اطلع برا، انا مواصل في اضرابي، ما بدي لا مي ولا فيتامين ولا طعام، انا مواصل في اضرابي لحد ما انتصر، وانا شايفها من رب السماء اني منتصر. وطبعا طرد الاطباء من عندي. طبعا انا رسالتي هاي مش رسالتي، هاي رساله الغضنفر، حكاها برضه للتلفزيون. رساله الغضنفر بحكي لجميع الاسرى الاداريين ادخلوا واكسروا الاحتلال وفوتوا اضراب عن الطعام عشان تبينوا للاحتلال انكم احرار وانكم قدها وقدود وانكم راح تكسروا الاحتلال وراح تنتصروا باذن الله. هذه رساله، هيا تشوفوا الناس اللي جايين كيف فرحين محتفلين في هذا الانتصار اللي هو انتصار مش لغضنفر لحاله، انتصار لعائلته، انتصار للأسرة، كل الأسرة سواء كان داخل السجون وخارج السجون، انتصار لشعبنا الفلسطيني، لقيادتنا، لقيادة الشعب الفلسطيني اللي الكل ما قصر بموضوع أخونا الغضنفر، وإحنا كنا متأكدين أنه راح ينتصر في هذه المعركة خاصة، وأجت هذه المحكمة العدل العليا في الأخير لتكون مخرج مشرف له أنه يتنازل عن هذه المسألة. هذا صحيح، الكل شارك والكل دعم والكل ساند، لكن بالأساس هو موقف هذا البطل المناضل اللي ظله صامد وكسر إرادة المحتل. أنا رسالتي لباقي الأسرى أن يكونوا موحدين، يكونوا في وجه الاحتلال، والوحدة أفضل شيء، لو كان في وحدة هناك حقيقية بدنا إحنا وحدة حقيقية، الإضرابات تكون جماعية، المواقف تكون يعني مشتركة مع الجميع، بدناش الإضرابات الفردية، هذه بدنا نطلع منها لإضرابات خلينا نقول جماعية أكثر، هذه اللي بتوجع الإسرائيلي بدل ما يكون كل واحد يضحي بنفسه.